إنك تعيش تحت الأضواء يعني ما فيك إلا تكون مرتبط بخيال الناس والصورة اللي راسمين عنك. فرح دائم، أناقة متكاملة، سعيد، حياتك حلوة. إنك تعيش تحت الأضواء يعني ما فيك تكون حر. أسرارك مخباية جوات قلبك ودموعك ما فيك تبينها، لأن الكل رح يحكي بضعفك. تجاربك المؤسفة بتحاول تجملها لحتى ما حدا يمسكك من إيدك اللي بتجعك. يعني باختصار، مضطر غالباً تمثل الصورة اللي بدها إياها الناس. بس اليوم رح نكسر كل الحواجز، وبلحظة صفا رح نقعد مع ذاتنا، ورح نرجع لطفولتنا وشقاوتنا ومراهقتنا وعفويتنا، ورح نلتقي مع أرواحنا ونحكي حكايات ونجاوب على أسئلة كتيرة من دون رتوش ولا تزييف. رح نكون صادقين، صافين وطبيعيين بعيداً عن الأضواء. لمرة حنكون مثل ما منحب، الوجع ما رح نخجل منه، والغصة رح نطلعها، والضحكة حتكون نابعة من القلب، والكلام حيكون حقيقي. اليوم مع نغم وشوية حكي حنبوح بعفويتنا، ورح ننسى مين منكون، وحنتجرد من قانون الشهرة ونخبيه شوي. مع نغم وشوية حكي، معي أنا يحيى جام، الحدودة أحلى. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله رمضان كريم عليكم كلكم. أنا فرحانة برشا اليوم بهذا الحوار الجميل مع يحيى جان في برنامج نغم. إن شاء الله يا رب تستمتعوا معنا، ونحبكم برشا برشا برشا. يسرى محنوش معكم من تونس. يعني طفولتي صراحة يعني كانت طفولة حلوة، خاصة أنه كما كنت نحكي لك من شوي، قلت لك يعني الفن موجود في كامل مراحل طفولتي. يعني من اللي أنا صغيرة، يعني أول برنامج لي كان في التلفزيون التونسي كان عندي 3 سنوات، يعني لهلا موجود على اليوتيوب، لهلا نضحكوا عليه كلنا، يعني في ضحك في الموضوع. نشوف يعني بنت صغيرة تحكي كأنها فنانة كبيرة بالعمر، فالموضوع جدا يعني جميل. كنت نحب المدرسة جدا، وكنت من التلاميذ المتفوقين في دراستهم، وما كان عندي مشكل في أول يوم رحت فيه للدراسة. يعني حتى نتذكر أنه كنت مبسوطة أنه رايحة على المدرسة. يعني كان في أصدقائي أو في المدرسة يبكيوا، يعني يبكيوا لما راحوا أوليائهم وتركوهم. أنا كنت عادي يعني مبسوطة بالشيء جديد في حياتي، يعني بالعكس كنت حابة نروح على المدرسة. هذا نتذكره طبعا. أنا كيف اكتشفت موهبتي؟ هذه قصة أنا نحب نحكيها كل مرة لأنها قصة حلوة في حياتي، لأنه أنا تقريبا ما اكتشفت موهبتي. أنا يعني من لما كنت صغيرة جدا وعيت على الدنيا وأنا نغني. يعني فأهلي هم اللي اكتشفوا أنه أنا، ماما كانت تقول لي أنه أنا وأنا صغيرة بس أطلب الأكل أو الحليب بغنيها، يعني كنت نغني. يعني طريقة حتى من قبل ما أحكي كنت عندي نغمة هكا في الصوت. فهذا الموضوع يعني فرحني لما سمعته أنا لما كبرت في عمري، وصرت أفهم وأعرف يعني شو فنان. يعني لما كنت صغيرة يعني طول عمري وأنا حاسة أنه أنا يعني فنانة. أنا طبعا أمي والدتي يعني مطربة في تونس، اعتزلت في سن مبكر جدا. والدي شاعر غنائي، وعائلتي كلها يعني فنانين، عندي من الشعراء ومن الملحنين ومن الممثلين، يعني كل العائلة. فحسيت أنه أنا لما نشأت في هذا الوسط الفني البحت يعني أضاف لي الكثير، يعني في شخصيتي الفنية. يعني أنا صحيح تولدت فنانة، دايما نقول أنه في ناس تتخلق فنانين. يعني أنا تولدت فنانة، ووجودي في العائلة الفنانة يعني أثر إيجابيا على الموضوع. فما حسيت أنه أنا اكتشفت موهبتي. أنا من لما يعني وعيت على الدنيا وأنا نعرف روحي يعني نغني ونلحن ونمثل ونطلع على المسارح وأنا صغيرة في بلدي، وتلفزيونات والناس تحب صوتي، ويعني الحمد لله. هذا بالنسبة لكيف اكتشفت موهبتي. لفتني وروح ترنر من غير ما يسلم، خلالي جراح وخلانا تألم.
كانت ألم والقلب معاه والعمر فداه والروح تهواه أبدا تنساه والقلب معاه والعمر فداه والروح تهواه أبدا تنساه ويا ريتني معاه. بالنسبة لسؤال الأبراج بآمن بالأبراج أو لا، هو صراحة أنا بآمن أنه في نقاط مشتركة في كل الأبراج يعني، بس بعدين الطبع وطريقة التربية وين نشأت وين عشت ومع مين وكيف تعلمت هذا يأثر على شخصية الشخص، ولكن فما نقاط يعني أنا بحس أنه ما فيها اختلاف في جميع الأبراج. يعني مثلا أنا برج العذراء، برج العذراء برج دقيق جدا، يعني مشكلته في الحياة انه برج ناقد، ناقد لنفسه كمان، يعني ناقد لنفسه ناقد للي حواليه، ويحب كل شيء يتم بطريقة يعني دقيقة جدا. هو برج دقيق يعني ما يحب حاجة ما تكمل بطريقة حلوة او ما يوصل لنتيجته اللي هو متوقعها، او فهذا البرج يعني هذا القلق اللي فيه يتعبه شوي في حياته. انا عندي هذا الموضوع، وأصدقائي اللي من برج العذراء كلهم عندهم نفس الموضوع، ملاحظ جي عنده يعني درجة ملاحظة يعني مش طبيعية يعني هذا البرج. وأنا نحب برج العذراء صراحة مع أنه متعب، بس أنا نحبه. هذا بالنسبة لبرج العذراء. على فكرة أنا يضحكني برجي، لأنه كل ما بشوف ناس يعني من نفس البرج بشوف حالي فيهم وبضحك كثير علينا، يعني نضحك علينا لأنه عندنا أشياء يعني very funny. وبعيدا عن الفن، يعني شو هواياتي المفضلة؟ يعني أنا من عشاق الـ الأفلام، يعني نحب نحضر موفيز، يعني نحس إنه يعني نحبهم، يعني هذا يعني كله في نطاق الفن. نحب السفر، يعني من عشاق السفر، اكتشاف البلدان والتعايش مع مختلف الجنسيات. يعني أنا نحب نكتشف غيري، يعني ما عندي صراحة أشياء معينة في يومي نعملها نقضيها، يومي نقضيه يعني حسب المود. أنا شخصية مودي جدا، فممكن يكون مودي حلو وأعمل حاجات في نهاري في نفس اليوم، يعني ما أعملهم لما يكون مودي مش حلو. هذا شيء طبيعي ممكن يحصل لكل الناس، بس أنا شخصية يعني مش يعني فيش نقول لك يعني ما مش ممكن تحصرها، يعني مش ممكن تعرف شو ممكن يطلع براسي. يعني بس عموما أنا في النهاية من الناس البسطاء صراحة، يعني نحب الحياة البسيطة، يعني نحب نقعد في الدار، نحب نعمل أكل في المطبخ، نحب أنا من عشاق أني نطبخ في البيت، ومن عشاق أنه يقولوا لي أكلك طيب، يعني نطبخ حار تونسي. طبعا الأكل التونسي أنا من عشاق الأكل التونسي. نحب نحضر موفي في البيت، أحيانا نحب نلعب ألعاب مع أصحابي، يعني نلعب ألعاب بدون كلام على وراء، على يعني هذه حياتي، يعني مثل الطفلة الصغيرة، يعني تلقاني يعني مبسوطة مثل الطفلة الصغيرة وأنا في البيت مع أهلي ومع أصدقائي، يعني هذه حياتي بصفة عامة. وطبعا هذا بعيدا عن الفن، يعني لما أكون أنا في حاجة للتلحين ولا في حاجة للمغنى للغناء أو في حاجة، يعني تلقاني أخذت زاوية هيك منفردة وعشت هذه اللحظات، يعني اللحظات اللي تجي إما مع فرحة كبيرة أو مع الله لا يوريكم يا رب يبعد عليكم أي شيء ضيق، أو مع ضيق أو مع توتر نفسي، أو يعني هذا هول الحالتين اللي خلوني نحب نلحن أو نحب نغني. يعني مش ممكن نكون أنا في حالة طبيعية جدا وفجأة تلقاني نحب نطلع لحن، لا، لازم يكون فما إحساس كبير، يا إما بالفرحة الشديدة أو بالقلق. إذا بدي أبكي، أنا من الناس اللي دموعها يعني تنزل ممكن في أبسط المواقف، مواقف اللي تعبني نفسيا تخلي دموعي تنزل، يعني حتى لما تشوف فيلم مثلا أو شي قصة محزنة نبكي. فمش حابين بصراحة ندخل فيها التفاصيل، أنا ما بحبش الدراما، يعني خلينا نفرح الناس
محتاجة تفرح. ربنا يبقي علينا يا ربي السلم والسلام، ربي يحمي يا رب يا رب يا رب يعني وطننا العربي. إن شاء الله دايما يد واحدة، إن شاء الله دايما فرحانين. هذه الأشياء اللي تبكيني أني نشوف فما يعني فما بعض الأشياء اللي تحزن يعني، بس مش حابة ندخل في التفاصيل لأنه خلينا نفرح. إن شاء الله رمضان كريم وإن شاء الله كل الناس فرحانين. أحسن يحيى صراحة. إذا بدي اليوم أعتذر من حدا، من مين بعتذر؟ هذا سؤالك. والله شوف، أنا بعتذر من أي شخص في حياتي حس أنه أنا غلطت بحقه مثلا، مع أنه أنا بحاول دائما قدر المستطاع ما بغلط بحق، أنه يعني ما نغلطش في حق حد، حرام يعني. أنا بالنسبة لي أنك تغلط في حق إنسان هذا شيء يعني لازم تراجع نفسك عليه. فأنا أكيد بعتذر من أي شخص، لو حتى أنا مش بدون قصد يعني ضايقته ولا أذيته. ولا بعتذر أول شيء من ماما، إن أنا على فكرة عندي أمي هي أساس الحياة يعني، ورضا الأم بالنسبة لي يعني حاجة. بعتذر حتى لما كنت صغيرة ما بفهم وممكن ما شارعتها ولا يعني عكستها في أمور أو قلت لها لا، أو وأنا في هالعمر وأنا بعد ما فهمت الحياة، وأنا بعد ما يعني حسب يعني تقريبا فهمت الحياة، أكيد ما فهمت الحياة كومبليتلي لسه، بعدنا نتعلم. بعتذر من أمي دايما على أي 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 شيء هيك ممكن ضايقها حتى وأنا صغيرة. وإن شاء الله يا ربي الله يجعل كل أيامنا يا ربي تسامح عن جد. يعني الحياة مش مستاهلة يحيى، يعني الحياة مرحلة وتعدي، فنحاول قدر المستطاع إنه ما نأذي الناس، وحتى لو نغلط في حقهم وهذا الشيء يعني إحنا مش معصومين من الخطأ، نحاول نطلب منهم السماح. فأنا بطلب السماح من أي حد أنا ممكن تكون حتى لا إراديا ضايقته. سألتني عن إذا كان في عندي شيء في طفولتي، موقف حصل معي ما بنساه ولا ما حكيته للإعلام ولا يعني أو بمراهقتي أو حتى حاليا. لا صراحة ما عندي حاجة ما نسيتهاش، لأنه أنا من الشخصيات اللي تحكي كل مواقفها، يعني أنا من الشخصيات اللي ما بتعرف تخبي، ولو حصل معي أي شيء بتلقاني نحكيه. ممكن مقلة شوية في الظهور الإعلامي، فحركشني أنت كمان شوي إذا عندك غير سؤال وأنا بجاوبك يعني. بس تقريبا ما عندي موقف حصل معي ما حكيته للإعلام. بالنسبة هل أعتبر نفسي سعيدة في حياتي أو لا؟ الحمد لله نعم نعم، لأنه أنا عندي يعني مبدأ في حياتي هو القناعة. مهما تحس نفسك في هالدنيا ما عندكش مثلا حاجة، أو في أشياء مش طايلها، أو في أشياء تحب تكون معاك ومش قادر تعملها، خلي عندك القناعة. القناعة كنز لا يفنى، هالقناعة هي اللي تخليك سعيد في حياتك. الحمد لله أنا من الناس اللي يعني هذا مبدأي في الحياة، واللي يحبه ربي هو اللي يصير. طبعا أنا سعيدة في حياتي وقانوعة. وإذا بدي إذا نحب نعبر على مشوار حياتي اللي فات، يعني أنا راضي عليه تمام الرضا الحمد لله. أكيد يعني بأخطائه راضي عليه، لأنه هالأخطاء هي اللي تخليني نتعلم، وفي المستقبل هو هذه هي الشطارة. الشطارة أنك لما تخطئ تخلي الخطأ يعني تخلي الخطأ نقطة أو مرحلة في حياتك إيجابية مش سلبية، بالعكس يعني تكون تعلمت منها. فأنا راضية على مراحل يعني كل شيء تعدى في حياتي الحمد لله أنا مبسوطة به، فنيا كذلك يعني جدا، لأنه الحمد لله لو ما غلطت وأنا صغيرة ما كنت تعلمت وأنا كبيرة كيف أختار أغنية كيف. الحمد لله يعني أنا اللي عملته في عمري هذا في هالوقت القصير من لما طلعت من بروجرام The Voice يعني نحمد عليه ربي والحمد لله، واللي من جد وجد يعني اللي يتعب بيلقى يعني في النهاية نتيجة حلوة. مستحيل يعني تتكافئ غير على قد مجهودك في هالحياة، يعني هيدي قناعتي كمان.
فالحمد لله أنا راضية جدا على مشواري الفني، وطبعا يعني دائما أطمح إلى المزيد والأحلى بإذن الله، وكله كله في النهاية بالتوفيق من رب العالمين. بفكر فيكو مش بنساك وبقي عليكو مش هيأس، ومهما تغيب أنا فكرك مادام عايشة وبتنفس. بفكر فيكو مش بنساك وبقي عليكو مش هيأس، ومهما تغيب أنا فكرك مادام عايشة وبتنفس. حرام الحب بعد سنين يضيع في كلمة ولا اتنين، حبيبي أنا وأنت بني آدمين غلطنا بيبقى مش مقصود. عايشة مهمومة ومن اللي عملته مصدومة، وحاسة كأني مقسومة ونص التاني مش موجود. حرام الحب بعد سنين يضيع في كلمة ولا اتنين، حبيبي أنا وأنت بني آدمين غلطنا بيبقى مش مقصود. مش بنسى وبقي عليكو مش هيأس، ومهما تغيب أنا فاكراك مادام عايشة وبتنفس. موضوع الحب موضوع مهم وجميل جدا، لأنه أنا شخصية محبة وشخصية ما بتعرف تعيش بصراحة، والله العظيم أنا في هاللحظة صادقة جدا جدا جدا، يعني شخصية ما بتعرفش تعيش مع ناس اللي حواليها ما يكونوا بيحبوها، وهذا يعني يأذيني. يعني أنا ممكن حساسة لدرجة كبيرة برش، ممكن تبين شخصيتي قوية، وأنا شخصيتي نوعا ما قوية، بس الحب يفرق معايا كثير بحياتي. يعني الحب شيء مهم، يعني أنا لولا محبة اللي حواليا وتشجيعهم، يعني والدتي في أول مكانة، يعني في أول مكان، أختي، بابا، عائلتي، أحبابي، أصحابي اللي جنبي، يعني اللي عايشين معي، هم إدارة أعمالي أصلاً، أصدقائي. فهذا كله يعكس على حياتي جانب يضويها، يعني عرفت يعني. فهذا اللي نحب نحكي فيه دائما، انه انا من الشخصيات اللي ما بتعرفش تشتغل او تعيش بدون حب ابدا، ويأثر عليا، والله يأثر عليا صدقا يعني بدرجة كبيرة برش. هلا اذا كان حب تحكي لي على الحب، يعني علاقة امرأة ورجل، يعني كابل، يعني مهم جدا طبعا طبعا. يعني أنا من عشاق الحب، وبصراحة مع التقدم شوية في الإكسبيرينس وفي السن وفي يعني حس ما بقى أنا مثل زمان. كيف يعني؟ ما أنا بحب الحب اللي بدون مش بدون قيود، وإنما مش أنا بفكر أنا بحب هذا الشخص، لأ لازم ما أقله، لازم خلي هو يقلي، لازم خلاص تعدينا هالمرحلة. يعني بحس إنه إذا في شخصين الله رايدهم يكونوا مع بعض، لازم يكونوا اتنينتهم صراحة مع بعض، حبوا بعض. هاي الحياة هيك ما بتستاهل، يعني ما بتستاهل كل هالسيستام احنا بنقول اللي بيعملوه، يعني لا ما لازم وريه، لا ما لازم وريها، لا ما بعرف، لا خلاص يعني خلاص، هيدي كانت زمان يعني. فان شاء الله يا ربي تجعل ايامكم كلها محبة، ان شاء الله كل واحد يلقى توأم روحه، لانه الحياة حلوة بالحب، حلوة الحياة بالحب، طعم الحياة يتغير بالحب، والله العظيم. يعني أنا بحب الحب، ما رح أسكت هلأ، إذا حكينا على الحب رح نخلص كل الانترفيو على الحب. فالله يجعل كل أيامكم محبة يا رب. أيوة فاكرك زي اسمي وما نسيتكش، ولسه فاكرة كل ثانية كانت معاك. أيوة فاكرك زي اسمي وما نسيتكش، ولسه فاكر كل ثانية كانت معاك.
حتى كنت ما بوحشكش، وكل حاجة في دنيتي مستنياك. ده أنا تهت لما بعدت عني وما لقيتكش، كأني ماليش مكان في الدنيا غير جواك. رمضان في تونس حلو جميل جدا، محليه محليه يعني رائع. كل بلد له خصوصياته، كل بلد وليه يعني ليه في رمضان حاجة تخصه، حاجة حلوة. يعني مثلا أنا سمعت كذلك، أنا حاليا يعني بين مصر وتونس نعيش، سمعت أنه في رمضان في مصر كذلك يعني جميل جدا، ومبسوطة أنه هالسنة رح يكون عندي نص رمضان إن شاء الله بتونس ونص بمصر، فرح استمتع بحلاوة هذا الشهر في البلدين إن شاء الله يا ربي، إذا ربنا أعطانا الوقت الطيب. أمين يا رب. بالنسبة لرمضان في تونس، خليني أحكي على شيء اللي أنا بعرفه. يعني حلو حلو جميل، يعني العائلات كلها يعني تكون أول شيء. يعني إذا نحكي لك على طقوس أكلنا، مثلا نحن عنا في رمضان الشربة، شربة والبريكة والبريك، هذا شيء يعني لا يعني مستحيل تلقى تاولة في رمضان مش عاملين شربة وبريكة. يعني أصلا البريك هذا يعني نوع مثل عندكم أنتم في سوريا الرقاقات، هذيك الرقاقات اللي بالجبنه وما بعرف شو، احنا نعملها مع بيض ومع بقدونس وبصل وهالقصص، يعني تطلع كتير 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 بنينه، طيبه بنينه برش. ف شهيتوني على الاكل هلا وانا عم بحكي. فهذه من طقوس اكلنا، يعني شربه والبريكه مع بعدين يجوا اكيد سلطه مشويه تونسيه والاكله الاساسيه. يعني هذا في رمضان السحور يكون بالحلو أكثر شيء، نسحره حلو. وأنا طبعا من عشاق المالح، يعني ما بحب الحلو كتير. طقوسنا حلو طبعا، الطقوس الأساسية اللي هي أنا بالنسبة لي رمضان يعني شهر عبادة وشهر تقرب من الله عز وجل. يعني حكينا على الأكل، بس لازم نحكي على أهم شيء اللي هو أنه في هذا الشهر تحس الناس يعني ما بقى حد يزعل من حد، ما بقى حد يغضب حد، الناس كلها تدعي في ربنا، الناس كلها تصلي، الناس كلها يعني الناس كلها يعني فما درجة من جمال ورقي الروح في هذا الشهر. يا رب إن شاء الله كل شهور تكون هيك، والله هذه أمنية. يعني كلنا يعني كلنا خطائين وكلنا، والحياة يعني تعرف أنت يعني كيف، بس الحمد لله يعني هالشهر في بلدنا جدا جميل جدا. هلا أنا بالنسبة لي أنا بحب بعشق سوريا بصراحة، يعني أنا من عشاق الدراما السورية والفنانين السوريين والشعب السوري. أصدقائي كتار من سوريا، يعني من أحلى وأحلى وأطيب وأجمل الشخصيات اللي عرفتها بحياتي كان في دبي، هم سوريين بصراحة. يعني ما رحت سوريا للأسف لغاية الحين، إن شاء الله يا ربي بزور سوريا وبعمل حفلة في سوريا ولامس محبة الجمهور السوري عن قرب، لأنه في سوريا يحبوني ويدعموني ودايما يعني نشوف حتى تفاعلاتهم على السوشيال ميديا. أنا من عشاق السوريين بصراحة، ربي يحفظهم وربي يحميهم يا رب. بالنسبة للدراما السورية بحبها، الفنانين السوريين بحبهم، ربي يحفظكم وربي يحميكم. وانت كمان يعني يوم عن يوم، يعني يوم عن يوم الوقت يثبت لي قديش انتوا ولاد اصل ومربيين واخلاقكم حلوة وجميلة، ربي يحفظكم اينما كنتم. كل المطربين السوريين عندي حلوين بحبهم كلهم كلهم كلهم. ممكن انا من عشاق اغاني والفن اللي قدمه جورج وسوف طبعا. أدندن لك شوي لجورج وسوف أكيد أكيد. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه.
ما تعاتبونيش يا أهل الملام، ما تعاتبونيش ما تعاتبونيش يا أهل الملام، وادعوا معايا لكل مجروح في الهوى، كل مجروح في الهوى يلقى الطبيب. تراتاتاتير تي تاتاتا تي لا لا لي لا لا ها لي لا 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 تي تا لا لي لا 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 لا. مكتوب لقلبي بعد قلبه يعيش حزين، وأقول يا روحي بعد روح هعيش لمين. مكتوب لقلبي بعد قلبه يعيش حزين، وأقول يا روح بعد روح هعيش لمين. يا ريت بإذننا تاني نجمع شملنا، ويقعد حبيبنا حبيبنا يقسم المشوار. يا ريت يا ريت بإيدنا تاني نجمع شملنا، ويقعد حبيبنا يقسم المشوار. يا ريت يا ريت يا ريت لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه. ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. حبيته ايوه وغيره هو ماوي، وفي بعده عني بحس اني انت غير. حبيته ايوه وغيره هو ماوي، وفي بعده عني بحس اني انت لكن نصيبنا نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده لوحده في الطريق ويقول يا ريت. لكن نصيبنا نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده لوحده في الطريق ويقول يا ريت. لكن نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده في الطريق ويقول يا ريت يا ريت يا ريت. لو كل عاشق في الهوى يرضى بنصيبه، يرضى بنصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه، فارق حبيبه. هلا سألتني عن الشهرة بالنسبة للفنان المغاربي يعني أو التونسي خصيصاً خارج نطاق بلاده، يعني الشهرة العربية كيف كانت زمان وكيف صارت. قلت لي أنه هلا صارت حسب تقديرك أسهل، أنا نقول لك أنه لا، حسب تقديري أو حسب ما عم شوف هلا صارت أصعب. صحيح أنه في سوشيال ميديا، في يعني كل الناس، بس في كثرة في هالسوشيال ميديا، يعني تخلي الواحد يعني مش عارف يركز. والله صدقني يعني في هذه البرامج اللي هي مثل The Voice ومثل سوبر ستار، مثل Arab's Got Talent، ومثل كلهم يعني، وArab Idol، Star Academy، كلهم برامج هم أنا بعتبرهم سلاح ذو حدين. هم يوصلوا صوت المشترك، ولكن المشترك لازم يعرف بعدين كيف يستغل هذه الفرصة، ما يضيعها من إيده. هذا لازم يكون عنده already experience، ويكون عنده already يعني دراية بهالموضوع. يعني مش سهل إنه تجي لولد صغير أو بنت صغيرة يكونوا في سن المراهقة، يعني 18 أو 19 سنة for example
كيف ما لما أنا رحت على سوبر ستار زمان وتوريه فجأة الشهرة الرهيبة في الوطن العربي وتطلعه برات البرنامج وتستنى منه ينجح لحاله بدون اكسبيرينس بدون دعم بدون لا صعبة. يعني أنا لو ما كان عندي تجربة زمان بسوبر ستار تعلمت منها كيف ما أعطي قيمة لللقب قد ما بعطي قيمة لما بعد البرنامج وكيفية أنك تتواصل أو تواصل مشوارك بعد البرنامج. ما كنت تعلمت بـ The Voice كيف أتصرف. فهل الحمد لله أنا كنت من الناس المحظوظين أنه كانت عندي experience قبل The Voice وأنه أجد The Voice في فترة صرت mature أكثر يعني صرت أنضج وهذا مهم بالنسبة لي. يعني في كل وقت أكيد أكيد الفنان يواجه صعوبات سواء زمان ولا حاليا بس يعني هالوقت كمان صعب يعني صدقني يحيى مش سهل. يعني أنا في هذا الوقت أنا نتابع ونشوف يعني مش سهل مش سهل. وفي نفس الوقت لما تكون صادق بعملك الصدق يوصلك للناس. يعني أنا لما طلعت غنيت في هالمسارح العربية الكبيرة مع الكم الهائل من الجمهور شفت الناس شفتها كيف تغني أغانية هذا هو اللي يعني كيف نقول طبطب علي وشال لي كل التعب اللي تعبته في هالفترة. يعني رغم إنها فترة قصيرة وأنا مبسوطة بيها يعني أنا من الناس اللي أعتبر نفسي محظوظة لأنه في فترة قصيرة جدا يعني هالسنوات الصغيرة يعني مقارنة بالنجاحات اللي الحمد لله يا ربي الحمد لله كانت لي في هالوقت ومحبة الناس والملايين اللي مش فيك اللي مش فيك على اليوتيوب اللي الناس عم تسمعها تسمع بيها تسمع أغنية يعني فيها يعني هذا الشيء اللي خليني نكون سعيدة وخليني نقول إنه الحمد لله حتى لما صعبت الحياة وصار في كم هائل من الناس على السوشيال ميديا والفنانين يطلعوا وفي منهم متطفلين على الفن وفي منهم فنانين عن جد ومش لاقين حظهم. أنا حسيت نفسي من الناس اللي كان عندي حظ في هالوقت الحمد لله وإن شاء الله يا ربي نزيد نقدم أكثر. آمين يا رب. بالنسبة لسؤالك عن الفنان الكبير الأستاذ القيصر كاظم الساهر يعني نقول لك اللي أنا جدا فخورة ويعني فخر كبير برشا أني في يوم من الأيام كنت في فريق كاظم الساهر في برنامج The Voice بل كنت الأخيرة في فريقه وكنت أنا اللي أمثله في نهائيات برنامج The Voice لأنه الأستاذ الكبير كاظم الساهر يعني فنان كبير وإنسان راقي جدا. يعني لما تعرف الفنان عن قرب وتلقى فيه إنسانية كبيرة برشا تولي تحب الإنسان والفنان يعني أو بالأحرى الفنان والإنسان. فأنا من الناس اللي فخورين جدا جدا إنهم كانوا في يوم من الأيام أو تعاملوا في يوم من الأيام مع الفنان كاظم الساهر. شهاداته الكبيرة اللي قالها عليا كذلك يعني نحمد ربي ونشكره عليها لأنه كاظم الساهر يعني رأيه مهم ويكفي أنه محبوب كل العرب. يعني هذه حاجة أنا فرحانة بها برشا. واللي فرحت به أكثر أنه بعد البرنامج كان لي عمل مع الأستاذ كاظم عمل خاص فيا أنا وهو اللي هي ساعة اللي سألتني عنها من شوية يحيى أغنية ساعة اللي قلت لي ليش ما سجلتوها أو ما صورتوها. والله هو كان في البروغرام أنه نحن نصورها على طريقة الفيديو كليب ولكن لما جاء برنامج محبوبي أنا
وكان برنامج يعني جميل جدا، وكان بعد بروجرام ذا فويس، فكل الناس كانت مستنية تتفرج في الكوتشز مع تلاميذهم. فكرنا انا وكذومة، انا نقول له دايما كذومة، انه نقدم هالاغنية للجمهور اول مرة. وكانت صراحة يعني فكرة رائعة، لقات ما شاء الله مشاهدات كبيرة وحب كبير من الناس، حتى انه عملت حفلة في او حفلات كبيرة في اربيل، ولقيت الناس تغني الاغنية يعني حافظينها. الحمد لله يا رب. ممكن ما حالفنا الحظ او الوقت، مش الحظ، الوقت، انه نصور الاغنية. وتكلمنا في الموضوع كذا مرة وخلاص، يعني تعرف انت مشاغل الحياة، وفنان كاظم يعني عنده مشاغل كبيرة وعنده سفرات متعددة، وكل مرة ما شاء الله تلقاه من حفلة لحفلة. وانا كذلك كنت في وقت يعني كان في عندي حفلات كبيرة بين قرطاج وبين حفلاتي في تونس وخارج الوطن طبعا، يعني كلها قسمة ونصيب. بس أنا لا أزال على تواصل مع أستاذي الفنان الكبير كاظم ساهر، لا أزال على تواصل معه في كل شيء، ناخذ رأيه في كل شيء. معظم أغاني يعني منه فيها اللي يسمعهم قبل ما ينزلوا للسوق، وفيها اللي كي ينزلوا نبعث له على طول ونستنى رأيه ونبدأ فرحانة بالكومنتس متاعه. الاخر اغنية يعني اللي هي يا قلبي خلاص، يعني كنت فرحانة جدا انه نالت اعجابه، يعني وكان لي العديد من المشاركات معاه في العديد من المهرجانات الدولية، حتى انه اول مرة في قرطاج في 2013 كانت عنا حفلة بالاشتراك، يعني النص الاول لي والنص الثاني لي، وهذه يعني حاجة كبيرة برشا ومهمة برشا. بعدين تخيل في 2016 حفلة لوحدي وهو حفلة لوحده، واثنيننا ما شاء الله، يعني هو أكيد لا يحتاج أنه نقول عليها الكلام، هو يعني القيصر، ولكن أنا بوقتها فرحانة أنه أنا عاملة فول وهو وعلى خطى أستاذي، يعني عرفت سرته على خطى أستاذي الحمد لله يعني. وأكيد أكيد إن شاء الله في المستقبل أكيد باش يكون لي تعامل مع الفنان الكبير كاظم. أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت 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 وبصدري حسرة حزينة قبالي بالبيت، حزينة قبالي بالبيت، وأميرة الفرح برا ليش 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 يا يسرى محنوش ساعة وكسر مرايتي وامشي على غنادك ترى ظالمني وانا المخلصة متعذبة ومتمرمورة ساعة ايه والله ساعة ساعة ايه والله ساعة بالنسبة لسؤالك عن ليش كاظم ساهر ما عم يعطي بعض ألحان للفنانين، بالعكس يعني هو لسه موجود في العديد من الأغاني. بس هو ما تنسى أنه كاظم ساهر أنا بالنسبة لي بعتبره طبعا من أفضل وأحلى ملحنين الوطن العربي، بس ما تنسى أنه هو يغني، يعني كذلك ممكن يأخذ النصيب الأكبر من ألحانه ليه يعني، وهذا مش غلط بالعكس، لأنه يعني لبقله مثل ما بتقوله، يعني جاي عليه ما شاء الله، وكل الأغاني اللي أعطاها لغيره كمان كانوا ناجحين ما شاء الله. وأكيد أنا في المستقبل رح يكون لي معاه عمل ثاني أكيد. ومرة غنيت أنا وهو أشكيك لمين في مهرجان بيت الدين وفي قرطاج، وبعدها كان اقترح علي هو، قال لي لو تصوريها وهيك أنا أشوف أنك تصوريها حلوة، يعني هي من ألحان وكذلك حبها بصوتي جدا، بس ما عملتها أنا والله لسه ما صورتهاش، بس يا ريتني صورتها والله من أحلى الأغاني.
الحمد لله يا رب، يعني أنا مبسوطة جدا يعني بكل هالنتائج الحلوة، وإن شاء الله تشوفونا في عمل قريب أنا وأستاذي كاظم الساهر، وتشوفوه أكيد في أعمال ثانية. أكيد أنا متأكدة إنه لو في مجال إنه يعطي ألحان لفنانين حلوين وأصواتهم حلوة ولنجوم، أكيد هو ما يبخل، أكيد أنا متأكدة، بس ممكن ظروف وسفرات وما شاء الله متعدد الحفلات، يعني ممكن في أشياء ما تسمح يعني أحيانا. أشكيك لمين لمين لمين، أشكيك لمين؟ اشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين. أشكيك لمين لمين لمين، أشكيك لمين؟ والخصم انت والحكم، اشكيك لمين؟ هلا بالنسبه للاغاني اللي انا تمنيت يكونوا اغنيه، انا بصراحه تمنيت نكون في الزمن الذهبي، زمن اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، الله على هذا الزمن. بليغ حمدي، صنباطي، يعني الله، يعني هذا الزمن اللي أنا أعشقه بصراحة. بس خلينا نكون شوية واقعيين، حسب المدة الزمنية طبعا، حسب العمر، حسب، خلينا نحكي على الأغاني اللي شوية قريبة في الوقت. نقول أنه أنا من عشاق أغاني كاظم الساهر طبعا، وكل أغنية من أغانيه نحبها تكون أغنيتي. مثلا أغنية وين أكون، أغنية عيد حب، مع انه انا تقريبا صرت نغنيها بكل حفلاتي، ونعرف انه اي اغنيه من اغاني كظومه اكيد مسموح لي نغنيها. يعني خلينا نحكي على اغاني ذكرى كذلك، يعني من اشد المعجبين انا باغاني ذكرى، يعني كانت من احلى الاغاني الله يرحمها، وممكن ندندن منها شوي اكيد. الاسامي هي ترارا، والقلوب اتغيرت، السنين رايحة وجاية والأمان اتبطرت. الأسامي هي والقلوب اتغيرت، السنين رايحة وجاية والأمان اتبطرت، واللي راح راح بمبار من العمر، راح راح واللي راح راح من العمر، راح راح واللي راح من العمر، راح راح راح، واحنا ملينا الرجوع، خد زمننا الشوق وراح راح راح، ولا حتجيب الدموع، واللي راح من العمر راح راح، واحنا ملينا الرجوع، خد زمننا الشوق وراح راح راح، ولا حتجيب الدموع، ما القلوب اتغيرت والاسامي هي هي. يبقى ذكرى، واللي راح من عمره راح.
بالنسبة لأغانية، هلأ كل أغانية نحبهم في المشوار الفني صراحة. يعني آخر أغنية لي اللي هي يا قلبي خلاص، بحبها جدا. وبحب كذلك الأغنية اللي أنت تحبها يحيى، هي واسكت بس راح دندن لك إياها كرمالك أكيد عشانك على خاطرك. سنتين وأنا معلقة لاني بأرض لاني بسماء، صدقت كل كذبك علي صايبني وياك العمى. سنتين مخدوعاني بيك تحبني جنت متوهمة، غلطانة بيك تعلقت اش كثر متندمة. ومات مات مات ايه مات حبك يا بذات، ما رد لك هيهات ولا حرق قلبك. واسكت بس اش اش طيرك طار من العش يرجع بال مش مش اش حصل من حبك. مات 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 ايه مات حبك يا بذات، ما رد لك هيهات ولا حرق قلبك. اسكت بس اش اش طيرك طار من العش يرجع بال مش مش اش حصل من حبك. حدي وياك لهنا الموضوع انسى هذا الباب منا روح تندل دربك. اي 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 لا تحكي وياي ما سمعك، باي باي سوي اللي عجبك. تا تا لا لا راح 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 ايه راح حبك هم ونزاح قلبي شقد مرتاح والتوبة ما يبوى. طابت كل الجروح وردت لي الروح حتى وين ما روح يقولوا المحلوة. راح 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 ايه راح حبك هم ونزاح قلبي شقد مرتاح والتوبة ما يبوى. عنديش سؤال يعني من سألته بالأعلام وحابة أنه حد يسأله لي، لأنه أنا من الشخصيات اللي يعني لما يعني أعمل انترفيو أولا شيء أولا أنا مقلة جدا في ظهوري الإعلامي، ومش لأني ما بحبش الانترفيوز بالعكس، بس ممكن لأنه قلت لك أنا شخصية مودي شوية، مش دايما أكون يعني في حالة أنه تستدعي أنه ممكن يعني نعمل لقاءات. ولكن أنا نحب أنه جمهوري أو الناس اللي تحبني تتعرف علي أكثر. في نفس الوقت ما نحبش نحد من أو نعمل حد أو نعمل مثل البريسيون على الضغط يعني على الإعلامي أو الإعلامية اللي راح يسألوني أسئلة. بالعكس طالما إحنا في حدود الأخلاق الحلوة والليمت يعني ما نتعداوش الحدود يعني. ما بحبش صراحة الوقاحة، في أسئلة وقحة أنا ما بجاوب عليها، بس في أسئلة حتى لو يعني حشرية أو بحبها يعني. الناس لازم تتعرف على شخصية الفنان أكثر، ليش لا، مع أنه في كمان خصوصيات للفنان. فلو عندك سؤال يا يحيى، طالما أنا بحبك وأنت إنسان صراحة أنا عجبني يعني قديشك متربي وابن عائلة وتحكي بطريقة حلوة، لو عندك سؤال
حتى لو حشور كده يعني خلاص قولي وأنا بجاوبك على طول، ما عندي مشكلة. أنا الحمد لله يعني مبسوطة بالنجاحات، بمحبة الناس، بدعم الناس، وهذا يخليني كل يوم عن يوم نحاول أنه نقدم لهم الأحلى. فإن شاء الله بالنسبة للأعمال الجاية هناك العديد من الأعمال اللي احنا نقوم بتنفيذها حاليا في مصر إن شاء الله، وهناك أغاني مش تكون بلهجات مختلفة، أغاني مصرية أكيد، أغاني خليجية، أغاني تونسية، عراقي أكيد بش يكون موجود كالعادة، اللبناني أكيد. يا ريت إن شاء الله. والله هلا وأنا عم بحكي معك فكرت في أغنية يعني للسوريين كذلك، يعني دبكة ولا يعني شيء حلو هيك. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يعني إن شاء الله أنا نحاول إنه نرضي جميع الناس اللي تحبني في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونحب من خلال هالبرنامج الحلو والجميل نشكرهم على دعمهم، على محبتهم، وعلى على على كل الموجات الإيجابية اللي هم قاعدين يعطيوني ومدوني يمدوني بيها. يعني ربي يخليهم لي، جمهوري هو عائلتي، وعائلتي يوم عن يوم قاعدة تكبر، عائلتي هي عائلة كبيرة، وأنا متأكدة أنه المحبة إن شاء الله المتبادلة اللي بيننا إن شاء الله سوف تستمر وسوف تكبر أكثر فأكثر، فربي ما يحرمني منهم. أنا انبسطت جدا يحيى بهذا الانترفيو الحلو معك، وانطباعي عنك شخصيا أنا حاولت نخليه في آخر سؤال بس ما قدرت، لأنه أنت شخص جميل جدا. ففي كل مرة لو تلاحظ في الأسئلة كل مرة تلقاني يعني نرجع ونحكي عنك وعن أخلاقك الطيبة الحلوة الجميلة. جدا انبسطت بهذا الانترفيو معك، وأنت يعني إنسان جميل، جميل الأخلاق قبل كل شيء، وربي يحفظك، وإن شاء الله ربي نشحك بكل أعمالك، إن شاء الله تلقى الخير، وإن شاء الله أشوفك دائما في أعلى المراتب. شكرا جزيلا، وربي يحميكم كلكم، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والسعادة. أختكم وصديقتكم يسرى محنوش. يا قلبي خلاص بطل بده ياني ما تعيش بقصاص وتحلم لو ثواني، يا قلبي خلاص بطل بده ياني ما تنطر فراص راح الحدا تاني، راح الحدا تاني، عيوني لك دموعي مرجوح يا قلبي خلاص.